بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن بين المصنف مقدمة في مسألة القضاء والقدر، شرع في ذكر مراتب الفعل وحل إشكالية العلاقة بين القضاء والقدر وبين حرية الفعل الإنساني. في الحقيقة فإن المصنف استعرض هنا أكثر من 6 إلى 7 صفحات مليئة بالتكرار، ولا أدري لماذا يعني اضطر إلى هذا التكرار. جزء منه تكرار في داخل هذه الصفحات، وجزء منه تكرار عما مضى وتقدم في دروس الماضي. ويمكن اختصار وإيجاز مجمل ما ذكره المصنف في هذا الموضوع فيما يلي. إن الماهية كما قال علماء الفلسفة حسب تعبيرهم لها مراحل وتطوي أسفارا. فالماهية في البداية ممكنة، يثبت لها الإمكان، يقولون الماهية أمكنت، بمعنى أنها تساوت نسبتها إلى الوجود والعدم. بعد أن تساوت نسبتها إلى الوجود والعدم احتاجت. لماذا؟ لأن تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم يستدعي حاجتها إلى شيء آخر يخرجها إلى حيز أحدهما. ولو كانت في نفسها تستطيع الخروج إلى حيز أحدهما أو من حيز أحدهما إلى حيز الآخر لفعلت ذلك بنفسها ولاقتضت ذلك ذاتها. لكن حيث أن ذاتها متساوية النسبة فهي تحتاج إلى مرجح يرجح فيها الوجود على العدم أو العدم على الوجود. إذن يقولون الماهية أمكنت فاحتاجت في المرحلة الثانية، فأوجبت يعني فجاءت العلة الموجبة لها، فوجبت بتحقق العلة التامة تصبح واجبة الوجود بالغير، فأوجدت فوجدت. أوجبت الإيجاب الذي يستدعيه الوجوب، والإيجاد الذي تكون نتيجته الوجود. إذن الماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت. الإيجاب والوجوب مثل الإيجاد والوجود، وجهان لعملة واحدة، واحد من طرف الفاعل واحد من طرف المفعول. أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فوجدت. هذا هو المسلسل. وبدل أن نتحدث عن الإمكان الماهوي هنا أن نقول الماهية أمكنت، يمكن أن نتحدث بلغة صدر المتألهين فنقول الماهية ليس لها أصالة، والقضية ليست في القضية الإمكان الماهوي، وإنما هي في الإمكان الوجودي أو الفقر الوجودي. طيب، بناء عليه إذن لابد لكل فعل ممكن التحقق، لابد له من مقدماته لكي تتحقق. هذه المقدمات بمجموعها تشكل العلة التامة. إن قدرناها تقديرا في الذهن، يعني الفاعل قدرها في ذهنه بأن رسم خطة تحقق تلك المقدمات للوصول إلى النتيجة النهائية، سمي ذلك بالتقدير العلمي. فإن تحقق هذا التقدير بالتدريج في الخارج سمي بالتقدير العيني. وهكذا إذا تحققت العلة، الجزء الأخير العلة التامة، إن تحققت العلة لزم وجود المعلول. العالم الذي هو يحقق العلة التامة في ذهنه نسميه بالقضاء العلمي، وتحقيق العلة التامة في الخارج نسميه بالقضاء العيني. إذن فنسبة الفعل الممكني إلى الفاعل تارة نسبة التقدير، فيما لو أخذنا كل جزء جزء على حدة قبل أن تحصل تمام أجزاء العلة التامة، وإما نسبة القضاء فيما لو أخذنا تمام أجزاء العلة التامة، فيكون الفعل مقضيا حتميا الوجود لو تم إجزاء العلة التامة، ويكون الفعل مقدرا للوجود فيما لو كانت هناك بعض الأجزاء هو في السياق تحقق تمام الأجزاء في هذا الأمر. طيب جيد، بناء عليه يقول المصنف إذا أخذنا الفعل الإلهي من جهة، وهذا أمر أيضا ذكره سابقا، إذا أخذنا الفعل الإلهي من جهة وأخذنا تمظهوراته الخارجية في عالم المادة من جهة أخرى، فلا بد أن نلتفت إلى أن هذا التدرج في المقدمات، اللي عم نحكي عن التقدير العلمي والتقدير العيني، هذا التدرج في المقدمات واحدة والأخرى زمانا
واحدة تلو الأخرى مكانا، هذا إنما يكون بالنظر في داخل عالم المادة. أما بالنسبة للباري تبارك وتعالى فكلها عبارة عن أمرين واحدين، كون فيكون، ليس عنده تدرج وتصرم وتدريجية في الأمر. بالنسبة لي كله على نسق واحد، أما بالنسبة لنا نحن نرى هذا التدرج وهذه المسيرة التدريجية التي تحصل. طيب، بناء عليه يقول: إذا أخذنا الفعل الصادر من فاعل لا بالاختيار، فنقول أجزاء علته التامة هي عبارة عن ألف وباء وجيم ودال وحاء. أما إذا أخذنا الفعل الصادر من فاعل بالاختيار كالإنسان، فنقول أجزاء علته ألف وباء وجيم ودال وحاء، وهناك جزء أخير هو الجزء الأخير لعلة التامة، وهو ماذا؟ اختيار الفاعل بالقصد، يعني الإنسان اختياره هذا الفعل. قد تتحقق تمام أجزاء علة هذا الفعل، لكن الفاعل لا يختار. هنا في هذه الحالة لا يتحقق الفعل، بخلاف الفاعل لا بالاختيار، فاعل الجبري كما في الهواء والماء والتراب وغيره، فإنه لا يتوقف تحقق الفعل في والمعلول في الخارج على إرادة وقصد من التراب أو من الماء أو من الهواء. فالفرق بين الفاعل بالاختيار والفاعل لا بالاختيار أن هذه المقدمات المتعددة التي تشكل بأجمعها أجزاء العلة التامة لا تحتاج في الفاعل لا بالاختيار إلى الجزء الأخير المسمى بالاختيار، بينما تحتاج في الفاعل بالاختيار إلى الجزء الأخير المسمى بالاختيار. طيب، بناء عليه، إذا قدر الله صدور فعل من العبد، ما معنى قدر صدور فعل من العبد؟ سواء بالتقدير الذهني العلمي أم بالتقدير الواقع، يعني رسم الخطة في أن يكون هناك المقدمة ألف الجزء الأول، والمقدمة باء الجزء الثاني، والمقدمة جيم الجزء الثالث، والمقدمة دال الجزء الرابع، والمقدمة الأخيرة وهي اختيار العبد. فجزء من عملية التقدير وقوع الاختيار في الجزء الأخير للعلة التامة. فلو صدر الفعل لا بالاختيار كان على خلاف التقدير الإلهي، فلو صدر الفعل لا بالاختيار كان على خلاف ما قضى به الله تبارك وتعالى. فالله قضى بصدور الأفعال بالاختيار. السبب في تصورنا أن هناك تناقضا بين القضاء والقدر من جهة وبين حرية الفعل الإنساني أننا لم نلتفت إلى أن متعلق القضاء والقدر في الأفعال الإنسانية أي في الفاعل بالقصد مأخوذ في الجزء الأخير للعلة التامة فيها نفس القصد والاختيار. ولو أننا أخذنا بعين الاعتبار أن القصد والاختيار مأخوذ بوصفه جزءا أخيرا للعلة التامة في الفاعل بالقصد لفهمنا أن متعلق القضاء والقدر هو نفس اختيار العبد. فلو لم يصدر منه الفعل بالاختيار لما كان هناك قد تحقق متعلق القضاء والقدر. وبناء وهذا جواب مشهور ذكره المتكلمون قبل أن يذكروا الفلاسفة. فالمتحصل حينئذ بالنسبة إليهم هكذا: أن تعلق الإرادة أو القضاء والقدر الإلهيين بالفعل الإنساني تعلق بهذا الفعل مأخوذا فيه تحقق تمام أجزاء علته التامة، وآخر جزء من علته التامة بحسب التقدير الإلهي هو الاختيار الإنساني. فلو صدر الفعل لا بالاختيار لكان على خلاف التقدير والقضاء الإلهي، فلكي يكون على وفق التقدير والقضاء الإلهي لابد أن يكون بالاختيار حينئذ. فصدوره بالاختيار يحقق تمام الصفة الإلهية هذه التي عبارة عن القضاء والقدر. وبهذا يرتفع الإشكال حسب رأي المصنف ما بين القضاء والقدر من جهة وما بين اختيار العبد من جهة أخرى. هذا حصارة ما يذكره، رغم أنه أطال يعني كثيرا، لا أدري لماذا أطال كثيرا في بيان هذا الكلام وفي بيان هذا الإشكال. وبناء عليه، فالتقدير الإلهي هو عبارة عن وضع الأجزاء العلة في موضعها الطبيعي بصرف النظر عن حالة تمامية الأجزاء، والقضاء الإلهي هو وضع الأجزاء العلة في موضعها الطبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار تمام الأجزاء، يعني يصبح الفعل ضروري التحقق. غاية الأمر في الفاعل غير الإرادي تمام أجزاء العلة التامة ليس جزءا منها الاختيار، وفي الفاعل الإرادي تمام أجزاء العلة التامة جزء من الجزء الأخير للعلة التامة هو عبارة عن الاختيار. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. النقطة الأخيرة في هذا البحث هي فائدته،
يقول المصنف: هناك فائدتان لبحث مسألة القضاء والقدر، الفائدة الأولى علمية والفائدة الثانية عملية. أما الفائدة العلمية فهي معرفة صفات الله تبارك وتعالى وتدبيره للعالم وربوبيته وما حكم فيه في هذا الوجود، فإنما هذه المعرفة وكذلك معرفة الإنسان به طبيعة أفعاله وحريته وما شابه ذلك، هذه المعرفة بالوجود وبنظام التدبير في الوجود وبالقضاء والقدر الحاكمين على هذا الوجود وبأن بعض الأشياء حتمية عندما تؤخذ تمام أجزاء العلة فهي غير قابل للتغيير، وبأن بعضها غير حتمي عندما تلحظ فيه بعض أجزاء العلة، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ملك الكتاب، اللي هو عبارة عن البداء بحسب المصطلح الإمامي. طيب، فبناء عليه ها نفس هذه المعرفة بصفات الإلهية وبشكل إدارة الله للعالم وبالتدبير الإلهي وبالربوبية الإلهية وبعلاقة ذلك مع الفعل الإنساني، هذا في حد نفسه فائدة علمية تعرفنا على أسرار هذا الوجود. أما الفائدة العملية فهي أولا إن هذا الفهم لحقيقة القضاء والقدر يحقق لنا تمام معاني التوكل على الله تعالى، لأنه يربط كل الأشياء بالله حتى ما كان فيها باختيارنا، لأنه يربط كل الأشياء بالله سبحانه وتعالى، فيعلمنا بحث القضاء والقدر الرضا والتسليم والقبول بما قسم الله تبارك وتعالى لنا، فيربينا نفسيا في هذا السياق، كما أنه يعلمنا أيضا أن لا نعيش الغرور على تقدير أن نواجه مواقف تؤدي إلى الفرح. لماذا؟ لأننا نعرف أن كل هذه الأمور مقدرة لله، ولا نعيش غرورا ونشعر بأن ذواتنا هي التي حققت هذه الأشياء، وإنما هناك تقدير إلهي وهناك قضاء إلهي في هذا الموضوع. إذا من جهة إذا أصابتنا المصائب والبلاءات كانت لدينا جرأة التسليم والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، لأننا نعرف أن مرد الأمور إليه، وإذا جاءتنا الأفراح والمسرات في هذه الحالة أيضا نعرف بأن الأمور أيضا مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نعيش الغرور ونظن بأن بيدنا الأمور كلها. قال: أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لكن ينبغي الالتفات إلى أن مسألة القضاء والقدر سيف ذو حدين، فبالرغم من أنها تعلمنا من الناحية التربوية مواجهة المصاعب من جهة ومواجهة الانتصارات والمكاسب من جهة أخرى، بالرغم من أنها تعلمنا هذا إلا أنها ممكن أن تؤدي بنا إلى الشعور بالكسل والخمود وعدم العمل، باعتبار أن كل الأمور بيد الله تعالى فلا حاجة إذن للعمل. وهذه إحدى المشاكل التي وقع فيها الفكر الإسلامي مع الأشاعرة، في أنه أوجب خمود الطاقة الإنسانية عن الفعل، واعتبر أن كل ما يأتي هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس لنا من الأمر شيء بهذا المعنى اللي ليس لنا من الأمر شيء، فإذا ليس علينا أن نشقى وليس علينا أن نتعب وليس علينا أن نعمل، وإنما الأمور مقدرة وليس لنا فيها شيء. بالفهم الصحيح القضاء والقدر، وهو الجمع بين أن الأمور مقدرة ومقضية من جهة، والجمع بأن عنصر قضائها وتقديرها أحد عناصر الأساسية والاختيار الإنساني، نستطيع أن نحافظ على إيجابيات القضاء والقدر وأن نطرد السلبيات التي جاءت في فكرة القضاء والقدر عند المسلمين. هذه خلاصة جواب المصنف على هذه المسألة، إشكالية العلاقة بين حرية الإنسان وبين القضاء والقدر. تبقى فقط طبعا تبقى إشكالات لابد أن يجاب عنها المصنف، ربما لضيق المجال يعني لم تظهر بشكل واضح نفس ظاهرة الاختيار الإنساني هذه، نفس ظاهرة الاختيار الإنساني هذه بوصفها مقدرة. اختياري لألف على باء، نفس الاختيار هذا مقدر أم لا؟ ليس أصل اختياري بين ألف وباء، اختياري لألف هل هو مقدر أو غير مقدر؟ لا سيما إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه سيصدر مني ألف، وعلمه عين ذاته، يعني كل شيء هو عينه، إذن لا يمكن، وعين ذاتي، إذن لا يمكن أن لا يصدر مني هذا. فكيف أجمع حينئذ لا بين أصل أنني مختار وأن قدر الاختيار بين الاثنين، بين أنني مختار وبين أنه قدر لي اختيار ألف؟ هذا هو النقطة الإشكالية. يعني فيما أظن بيان المصنف هو نفس بيان السيد الخوئي في مباحث الجبر والتفويض التي ذكره، هو نفس بيان جمهور الشيخ السبحاني وغيرهم، جمهور المتكلمين والذين كتبوا في هذا الموضوع، افترضوا بأن القضاء والإرادة والقدر الإلهي قد تعلق باختياره،
الكلام ليس في أن القضاء والقدر قد تعلق باختياري، هذا ما معنى مشكلة فيه. الكلام في أنني اخترت أحد الطرفين. هل تعلق القضاء والقدر بنفس عملية اختيار أحدهما؟ لا بكل الاختيار، لا بالاختيار قبل الانتخاب، لا بأصل إمكان الاختيار، طاقة الاختيار قبل أن أفعل ألف أو باء، وإنما بفعل الاختيار بعد تحققه. ألا يكشف ذلك على أنه كان قد قدر لي مثل هذا الاختيار؟ أليس تقدير مثل هذا الاختيار لي معناه في ضمنه بحسب المآل أنه ليس باختيار، وإن ترى لي أنه اختيار؟ فإن الذين يقولون بأن الإنسان ليس بمختار، لا أظن أن واحدا منهم بلغ درجة من الجنون أنه لا يشعر باختيار ذاته. أنا أختار، أستطيع أرفع يده وأستطيع أن أرفعه، إنما كل نظريته منهم يعتقد أن خلف هذا الاختيار الوهمي الذي نحن يتراءى لنا أننا نملك قراره يوجد جبر قهري لا نحس به، يعني يخيل إلي أني مختار فيما أفعل وإنما أنا مجبر على ما أفعل، تماما كما يقول كثير من علماء الاجتماع خصوصا في الثقافة الماركسية وغيرها، كثير من علماء الاجتماع والتاريخ الذين يتحدثون عن حتميات فيما يتعلق بالمسيرة الاجتماعية للإنسانية. فالإنسانية يخيل لها أنها تقرر مصيرها، وهي لا تعرف بأن مصيرها هذا يتقرر في قواعد وقوانين أصلا خارج عن إطارها، وأن ردات الفعل قد تكون قهرية من حيث لا تشعر، وأن الأفعال أيضا قد تكون قهرية من حيث لا تشعر. فنقطة الإشكال في تقدير ليس في ارتباط القضاء والقدر بنفس العملية الاختيارية، وإنما في ارتباط القضاء والقدر بالعملية الاختيارية بعد تعلقها بأحد طرفي الاختيار، بهذا المعنى لعملية الجبر التي ينبغي حلها. يعني هذا تمام الكلام فيما يتعلق بموضوع القضاء والقدر. يبقى الدرس الأخير إن شاء الله يوم السبت، الخير والشر في العالم. وقد كان بتقديري، يعني لا أدري، كان بتقديري أن بإمكان المصنف يعني أن يضع درس الخير والشر هذا قبل درس القضاء والقدر، ولا أدري لماذا يعني أخره، مع أنه أشار إليه في الدرس السابق. على يد حال يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.